أشهر ملك أشهر ملك أشهر أسرة العلوية أشهر ملك السجيس أشهر ملك أشهر أسرة العلوية أشهر ملك السلام عليكم، انا الاسم ديالي الحياني عبد الواحد، كنمثلت انا الجمعيه ديال لي فوقيد ديال مراكش، ومشينا باش ندوزو الامتحان اللي عطات لنا الوزاره مشكوره وسيدنا في المناظره الوطنيه. احنا بركه علينا من هذا الشيء، هذا راه هنا يومين كنحطو 48 ساعه على الكاب، و اون بليس دو سا الناس معذبين، عندهم 4 د الاولاد، كاين اللي عنده 3 د الاولاد، جاو ناس دوزوا معاهم لوبيات ما عندهم حتى علاقه بالفوقيد، الفوقي ما كلهم ما تقبلوش برسك، دوزوا في قليله. وكاين الناس اللي عندهم بازارات، بواتهم عندهم بازارات، كاين الناس اللي عندهم ترونسبور 28 40 مينيبيس، هاد الناس بغاو عندهم 48 مينيبيس يبقاو غير في المينيبيس. حنا ما عندنا والو، حنا عندنا حاجه واحده، شنو هي؟ عندنا لغتنا وتكرفصنا بزاف يوميا. كاين حنايا هاد الدوله بغات تعرف شكون هما الفوقي، هي تيرمينال عاديه سهله، تيرمينال ديال اي انسان عنده شحال دوز ديال لكبات وشحال تقدم، وهذا انا دوزت الحبس على القيد. دونك حنا الناس اللي اولى، حنا ما عمرنا طلبنا من الدوله شي حاجه، ملي جات هاد البديره من عند سيدنا وبديره من عند الوزاره مشكوره الله يجازيهم بخير، يشوفوا محنا. انا مازال كنكررها، الا بغاو يشوفوا الدوله شكون هما اللي فوقيد يمشيو للتيرمينال، شكون اللي مدوز. رحيم، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا وسابقا نريد ان نشكر اولا سيدنا محمد السادس والعائله الملكيه باكمالها، وكنتمنوا الله باش ينصرهم ويخليهم لنا الاجيال الاجيال لهذه الفكره اللي هي نتاع الاندماج نتاع المرشد بيدو الرخصه. حنا هي هذه الفئه اللي هي مرشد بيدو الرخصه، لان هاد الناس يقول لك احنا مجرمين، احنا ليس لنا سوابق عدليه اولا قبل كل شيء، احنا ذوي عائلات الحمد لله وعندنا كفاءه نتاع تلميذه، ثانيا عندنا مستوى ثقافي، ثانيا تنشكروا السلطات من الحموشي حتى الفرقه السياحيه اللي هي تعاطفت معنا بزاف وساندت معنا، وحنا راه تكرفسنا وتمرمدنا وعاش الملك. لولاك يا سيدنا، لولاك يا سيدنا، لولاك يا سيدنا. السلام عليكم، الاسم عبد الاله بن حميده، مرشد سياحي غير مرخص منذ يقرب 16 سنه. المبادره اللي كانت باجتياز الامتحان، حنا مشينا للرباط على اساس اننا غادي ندوزوا الامتحان، واننا بالمصادفه اننا لقينا ناس اللي هما لا علاقه لهم بالارشاد السياحي، كيتكونوا من اساتذه، ناس اللي كانوا موظفين كيتقاضوا اجر مالي يتجاوز 15000 درهم و 20000 درهم، ناس اللي عندهم اجونس ديال فوياج اللي كيمتلكوا ازيد من 10 و 15 السياره للسياحه، دكاتره. وتفاجئنا ان المرشدين السياحيين ما بغاوش يتجاوزوا هذا الامتحان، علاش؟ لانهم تفاجئوا لان هذا القرار هذا تخص الناس اللي ما فحالهمش، ما قاريينش، تكرفصوا، مي تفاجئوا بهذا الحاله اللي لقيناها في الرباط. يعني وحنا كنطالبوا وزاره السياحه باش تشوف الناس وتعطي ترد لهم الاعتبار ديالهم على اساس انهم دوزوا تكرفيس في الفلاكابات. يعني كيطلبوا من وزير السياحه تسويه هذا الوضع هذا ويعطيو لهاد الناس. حنا لسنا ضد الجميع، وانما الفئه الاولى هي هاد الناس هذه اللي تكرفصات وتعذبات. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك.